يعتبر إدمان المخدرات من أخطر الآفات التي تصيب الفرد والمجتمع على حد سواء، وتعد من أكبر المشكلات التي يعاني منها العالم، لما لها من أضرار جسيمة على النواحي الصحية، الاجتماعية، الاقتصادية والأمنية. كما لم تعد هذه المشكلة قاصرة على نوع واحد من المخدرات أو بلد معين أو طبقة محددة من المجتمع، بل بجميع الأنواع والطبقات وما لها من أضرار بليغة واضحة على الإنسان. فلنحمي مجتمعنا ووطننا من خلال معرفة أفضل لرعاية أسرع. ولأن قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة يعنى بالجانب الاجتماعي للفئات المختلفة لا سيما الأسرة، ويعمل على الحفاظ على تماسك روابطها من خلال مختلف مؤسساته وبرامجه المسطرة ضمن مخطط عمل الحكومة، لا سيما ما يخص منها بالمرأة والطفل والمسن وذوي الاحتياجات الخاصة، فإننا نعمل ضمن طاقم بيداغوجي اجتماعي متخصص على التحسيس بمخاطر آفة المخدرات على التماسك الأسري من خلال توعية الأسرة ذاتها بآليات الوقاية منها عبر مختلف الحملات التحسيسية التي تقوم بها الخلايا الجوارية للتضامن عبر مختلف ولايات الوطن.